الفرقة هنا، الفرقة هنا بالنسبة لنادي سموحة الاستقبال اتحسن، بدأ البلاي ميكر يلاقي له مخارج للعب، بدأ يضرب من مركز اتنين ومن مركز واحد عن طريق الشريف أيمن، بدأ يدخل السريع من النص، فبدأ معلش يا كابتن بعد اذنك انا اسف، دي لقطات طبعا لمغادره اللاعب احمد قطب عقب اللقاء طبعا خلال عربيه الاسعاف اللي موفرها اكيد النادي الاهلي داخل النادي وتحت امر طبعا البطوله، هيتنقل احمد فورا طبعا اكيد لافضل المستشفيات لاجراء الفحوصات والاشعاعات اللازمه، وهو ده النادي الاهلي فورا من بكره هيبتدي احمد قطب العلاج ايا كان اصابته على اعلى مستوى، وهو ده النادي الاهلي. وشفنا نفس الموقف يعني ده بالظبط حصل مع منعم السنه اللي فاتت في تونس في البطوله الافريقيه، بس كان في النهائي وكان في الشوط الاخير ايضا، وبس كان اصابه يمكن منعم اقوى شويه، كان صليبي، والحمد لله شايفين منعم اهو في البطوله تاني بطوله افريقيه بعديها بسنه بيلعب وبيشارك وواقف على رجله. الف سلامه عليك يا قطب. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، وان شاء الله يا احمد تلحق، والف مليون سلامه، ونتمنى ان اهله ما يلاقوش عليه، ان شاء الله يقف وعلى رجله تاني. طيب انا بس قبل ما اختم في بعض الامور اللي بحب طبعا اوضحها، الاول انا بشكر جماهير النادي الاهلي النهارده شكر كبير جدا، وده مش غريب على جماهير النادي الاهلي.